نيويورك تنضم إلي راغدة بن درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية. ست راغدة أهلا بك معنا. هل حقيقة إيران نأت بنفسها عن هذا الصراع الدائر اليوم على الأرض اللبنانية من قبل بين حزب الله وإسرائيل؟ دائما، لأنها في صدد التفاوض والتفاهم ومحاولة التفاهم مع الولايات المتحدة لكي تعرف ما هو المسار إلى الأمام، أيضا بسبب ما حدث لحزب الله على أيادي العدوان الإسرائيلي الذي دمر البنية التحتية. وأنا لدي معلومات بأن إسرائيل مستمرة لليومين المقبلين بضراوة كي تنتهي من وجهة نظرها من تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وبالتالي ترى إيران أن لا فائدة لها من المساندة الجزئية لحزب الله ما لم تقرر أن تدخل الحرب كاملة بدخولا كاملا يعني. ولكن هل هناك من مؤشرات ست راغدة بأنه يمكن إيران تدخل الحرب بهذا التوقيت بالذات؟ لأنه كما ذكرنا سابقا بأنه أكسيوس تحدثت بأنه حزب الله طلب من إيران وهي قالت له ليس الوقت المناسب. بالتأكيد إيران ليست جاهزة إطلاقاً على دخول حرب مباشرة مع إسرائيل، هذا ما كان واضحاً من جميع التصريحات بما في ذلك خطاب الرئيس الإيراني اليوم في الأمم المتحدة حيث أنا، وكان الواضح أن هناك محاولات إيرانية للتفاهم مع الإدارة الأمريكية، منها ما هو وراء الكواليس ومنها ما هو بإنذار مباشر. يعني من ناحية أبلغت للإدارة الأمريكية إلى إيران عبر وسطاء رسميين وغير رسميين بأنها إذا حربا بجانب حزب الله فإن الولايات المتحدة ستدخل الحرب إلى جانب إسرائيل. هذا واحد، وبالتالي حسبت إيران حساباتها وهي لا تجد أن ذلك في مصلحتها أو أنها حتى قادرة عليه. من ناحية ثانية وبالموازات وبالمقابل هناك محاولات وراء الكواليس تتم حاليا هنا في نيويورك في الأمم المتحدة لجمع محاولة جمع المفاوضين أو الوزيري خارجية لربما الإيراني والأمريكي بالوجه لوجه للتفاهم على الخطوات التالية، بمعنى أن الولايات المتحدة تقدم لإيران الفرصة لتقول أنا سأغير مساري إن كان خلال من عبر الأذرع أو يعني دوري الإقليمي سأوقف الحروب، وبالتالي تقول الولايات المتحدة. طب لهجة ست راغدة، حضرتك بنيويورك وأكيد سمعت رئيس إيران، اللهجة التي تحدث بها الرئيس الإيراني وحضرتك متابعة من سنين لخطابات الرؤساء ورؤساء إيران في نيويورك، هل وجدت حقيقة اختلاف باللهجة؟ نعم، لسنوات إيران كانت تكابر، اليوم تقول إيران أنا لا أريد أن أحارب، هي كانت الرسالة في الخطاب وفي التصريحات، لأن المفاوضات كما أقول لك حبيبة زميلتي العزيزة أن لأن المفاوضات حسب معلوماتي وأنا اكتشفت اليوم أن هناك محاولات جدية للقاء وجها لوجه بين الأمريكيين والإيرانيين على مستوى لربما وزير الخارجية، هذا تطور فائق الأهمية. ماذا يتطلب لكي يحدث؟ يتطلب أن توافق إيران على لجم الأذرع، على السير بأسلوب جديد في يعني في سياستها الإقليمية. طب ولكن بالمقابل هل الولايات المتحدة قادرة على لجم نتنياهو وحكومته أن يوقف هذه الحرب على لبنان؟ بالمقابل سيكون هناك تفاهمات في الموضوع النووي، سيكون هناك تفاهمات في موضوع وقف إيران ووقف حماس، وبالتالي تأخذ الإدارة الأمريكية على الأقل حسب رأيها هي تأخذ بهذه الذخيرة إلى الإسرائيليين ليقولوا أنتم أكملتم المهمة التي يعني جئتم لتكملوها وهي تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله، والآن تفضلوا وأوقفوا لأننا قد وصلنا إلى التفاهمات مع إيران تفيدكم وتفيدنا. ماذا تحصل إيران بالمقابل؟
تحصل على رفع العقوبات، تحصل على إعادة إحياء نوع من إحياء ما للاتفاقية التي أكد الرئيس الإيراني على أهميتها، على أهمية التفاهم. ولكن ستراغد هذه التفاهمات أو الاتفاقيات هي مع إدارة بايدن، ومن الممكن أن لا تأتي إدارة هاريس للبيت الأبيض وإنما تأتي إدارة لترامب إذا ترامب نجح. هل ينسف ما قامت به هذه الإدارة أم لأنه سابقا قام بها يعني ترامب هو يعني لم يعد يعترف بالاتفاق اللي وقعه أوباما مع إيران؟ نحن في مكان آخر الآن، نحن في مكان حيث هناك احتمال أن تكون حرب موسعة بين إيران وإسرائيل، يعني هذه يعني هذا وضع مختلف عما كانت عليه الأمور، وبالتالي احتواء هذا الاحتمال، عدم توسع رقعة الحرب هو ما تريد إدارة بايدن أن تأتي به لتدعم ترشيح كامالا هاريس للرئاسة. ولا تنسي أن إدارة بايدن موجودة في السلطة إلى منتصف، إلى حين منتصف شهر يناير المقبل، بالتالي نحن في حال يعني حرب يعني يجب احتوائها كي لا تتوسع. هذه هي الأولوية ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما لمجموعة السبع التي اجتمعت هنا في الأمم المتحدة أمس، للدول العربية التي ستحاول الآن أن يكون لها دور، ما مثلا السعودية تريد أن تعقد مؤتمرا عربيا إسلاميا في شأن لبنان وفي شأن غزة لوقف العدوان على الشعب على لبنان وعلى غزة على أساس القرارات الدولية في الوقت ذاته. غدا لربما الأرجح، يعني لقد ستعقد وليس على الأرجح، ستعقد جلسة في مجلس الأمن طلبتها فرنسا، صحيح، معين ستكون هناك جلسة أخرى في مجلس الأمن في موضوع غزة نهار الجمعة، وهناك تحرك اللي في الواقع ليس هناك آليات ميسون بحث الآن بحث. أنا كل ما يعني ألتقي بوزير ولا برئيس، اليوم التقيت مثلا برئيس وزراء العراق، برئيس أردوغان تركيا، يعني نحن عم نمشي إذا حبيتي، والكل فعلا قلق وغير مرتاح للوضع في لبنان لأن قد تخرج عن الأمور، ولكن واضح أن إسرائيل مستمرة لليومين المقبلين من وجهة نظرها بالمهمة. طب وزير الخارجية اللبناني بوحبيب قال بأنه الرئيس ميقاتي يأمل أن يلتقي الأمريكيين في الأيام المقبلة، هل لدينا أي معلومات إذا هناك أي مواعيد لملاقات أو للالتقاء بين رئيس الحكومة والأمريكيين، ومن الأمريكيين على صعيد وزراء أو من؟ بالتأكيد سيلتقي مع أمريكيين، أما للمستوى لا أعرف، لا أعتقد أن الرئيس بايدن باقي هنا لمدة، وأعتقد أن الرئيس ميقاتي قادم غدا أو أظن غدا، فلا أدري على أي مستوى، ولكن بالتأكيد على صعيد على مستوى بلينكن أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكي بالتأكيد، لأن لبنان في 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 يعني في 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 الساحة الدولية في الأمم المتحدة على لسان كل من 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 يعني تلتقي حتى مفوض الأونروا يقول الآن بأنه نخشى مأساة إنسانية جديدة في لبنان. أبو حبيب أيضا وزير الخارجية قال بأنه وصل عدد النازحين إلى نصف مليون يعني خلال 48 ساعة، والكل يعني يبحث عن تلك الآليات التي ستساعد لبنان الآن ولاحقا. أنا مثلا أعرف أنا مثلا المبعوث الأمريكي لموضوع لبنان أموس أوكشتاين، أعرف أنه يفكر وعندي أسباب لأعرف أنه يفكر بأن الإدارة الأمريكية ستريد حشد الدعم الغربي لإعادة بناء الجنوب في لبنان، يعني هذا جديد من يعني بعد التدمير الهائل الذي أصاب الجنوب لا بد أن يكون هناك حشد بقيادة غربية وليس أمريكية لمساعدة الجنوب وأهل الجنوب الأعزاء الأحباء على ما حدث أو ألم بهم. المشكلة أن يعني الآن هناك صبر عالمي على إسرائيل
لأن الأكثرية ترى أن جبهة الإسناد التي أعلنها حزب الله على لسان الأمين العام حسن نصر الله هي التي فتحت أبواب جهنم على لبنان. شكرا لك من نيويورك رغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية. شكرا لك.